Et avec nos partenaires, avec le conseil régional de la région Tangier-Tétoile-Cressima, avec les élus, avec les autorités de la wilaya, les différentes provinces, on travaille tous la main dans la main pour accompagner ce développement et être à la hauteur des attentes de Sa Majesté, que Dieu le protège, pour accompagner cette dynamique que connaît notre pays à l'échelle mondiale. Encore une fois, merci pour votre présence et croyez-moi, nous sommes là pour vous accompagner, mais comme je disais au début, passons à l'action maintenant. Arrêtons les discours, arrêtons les rencontres et profitons de cette réunion pour permettre aux ingénieurs, aux doctorants et aux chercheurs de nouer des relations et de passer à la concrétisation. Encore une fois, merci et je vous souhaite une bonne journée. Je ne vais pas, bien sûr, pour dire mon mot sans remercier chaleureusement les étudiants, le comité d'organisation. للشركات مع المحاولة ومدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. هذا اللقاء جاء من بعد واحد الغياب ديال 3 سنوات اللي بما ان كما كتعرفوا ان كاين واحد ديفلوبمون كبير من الناحية ديال تصنيع السيارات في المغرب، يعني لو بوزوان ديال هاد الشركات اللي كيانستالو كيتبدل كل مرة. لذلك نتمنى هذا اللقاء باش يكون عندنا حوار مع الشركات مع الفاعل الاقتصادي على فيه مرحلتين، المرحله الاولى وهو اعاده يعني النظر في التكوينات الهندسيه حتى تتماشى مع سوق الشغل، والمساله الثانيه وهي كيفيه ادماج هؤلاء الطلبه في سوق الشغل بطريقه سلسه. كيف تتصور ان التكوينات اللي كاينين حاليا في الجامعات المغربيه كتواكب متطلبات سوق الشغل؟ بالنسبة للعلوم المهندس يعني ما كاينش واحد الإشكال كبير، لأن يعني سوق الشغل يخصو يعني الأدابتابيليتي، يخصو أن المهندس يكون موجد نفسه على أن النمط ديال الشغل كيتبدل بطريقة تقنية. حنا اللي كيهمنا وهي أن المواهب الذاتية والحياتية ديال المهندس هي اللي خصنا نشتغل عليها بشكل كبير، لان كتخلي ان المهندس يقدر يتاقلم مع اي تقنيه جديده دخلت يعني الى سوق الشغل. لذلك حنا الهدف ديالنا كما قلنا وهو ان عندنا واحد الاستماع مع الشركات، وعندنا واحد لانهم كيساهموا معنا في مسائل التكوين. المساله المهمه اللي كتبقى وهو مسائل الذاتيه ومسائل ديال لي ستاج، مسائل ديال التكييف ديال يعني التكييف ديال البرامج الدراسيه اللي كتكون في المدرسه خصها تكون تتاقلم بشكل كافي مع الشركات. مسيو لو بريزيدون، مسيو لو ديريكتور، مسيو شيف ديتابليسمون، شير ستاف بروفيسورال، شير ايتوديون اي ايتوديون، شير اسيستونس. سي بور موا ان ايمونس بليزير الحضور ديالنا اليوم كمقاولات من اجل التواصل مع الشباب باش نعطيوهم المعلومات فيما يخص سواء فيما يخص خلق المقاوله او فيما يخص سوق الشغل. هذه من جهه، من جهه اخرى باش يعرفوا ان كاين برامج لمواكبه هاد الشباب، سواء الشباب الذين يريدون خلق المقاوله او الشباب الذين سيشتغلون في يعني في سوق الشغل، اعطاهم المعلومات الكافيه حول هاد المشاريع وكيفيه المواكبه. يعني المهم في هذا اللقاء اليوم اللي هو يعني العنوان ديال هذا اللقاء هو عنوان مهم، ميتافيرس وتخطيط المدن. ميتافيرس الحمد لله كنعرفوا بان المغرب عطى واحد الاهميه كبيره للرقمنه، والميتافيرس هو يعني واحد الفضاء الرقمنه موسع، والمغرب يعني وعيا منه بأهمية الرقمنة تعطات لها واحد الأهمية كبيرة في إطار المشاريع المنزلة تحت الرؤية السديدة لصاحب الجلالة نصره الله
باش ان المغرب تكون واحد لا ترانزيسيون، يعني باش نمروا الى كل ما هو رقمي، وكل ما هو رقمي من شأنه ان 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 يرفع من تنافسية المغرب وبالتالي تنافسية المقاولات المغربية وبالتالي الاقتصاد المغربي تطويره في هذا الإطار. نرجع بالنسبة للرقمنة وعلاقتها يعني مع في تحسين مناخ الأعمال، يعني هي مهمة جدا. مثلا إذا تكلمنا على المساطر، تبسيط المساطر، فالرقمنة من شأنها أن تبسط المساطر بواحد الطريقة مهمة جدا اللي كتسهل على المقاولات جميع المساطر. هذه عطيت غير مثال ديال تسهيل المساطر، ولكن هناك يعني هناك أشياء مهمة تستفيد منها سواء المقاولة والاقتصاد المغربي بصفة عامة. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle du Forum Nord Entreprise sous le thème Metaverse, propulseur de l'urbanisme intelligent au Maroc. Atteindre 14 éditions est une étape très importante dans la vie d'une institution comme la nôtre. C'est pour nous, après 3 ans d'absence, une occasion solennelle de marquer une pause pour jeter. Alors le forum Nord Entreprise est واحد البلاصه كيتجمعوا فيها les entreprises باش ان لي زيتودون ديال نيك كيشوفوا لو مونت بروفيسيونيل اي دوزو دي زونترشيان سوا ديال بي اف او سوا ديال بري امبوش سوا دونبوش pourquoi pas et qui dérou des présentations des entretiens aussi sur place et en parallèle qui compte un thème ديال هذا الفورم. لو تيم ديال هذا العام هو لا ميتافيرس بروبيسور دو لوربانيزم انتيليجون او ماروك. هذا لو تيم كيتفرقوا فيه ديال دي دو سو تيم كيكونوا دو كونفرنس كيجيبوا دي كونفرنسي ايتترا اي هكا الى جينا نشوفوا ليفينمون كيكون مقسم على جوج دي كونفرنس اي دي زونترتيان دي ستون دي زونتربريز. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.